وما تزال الأمنيات بالخير. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير يا مفيدة. يا صباح الفل عليك يا سوير. صباح الفل على كل مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة والستات. وما زلنا في الأيام الثقال، وكل الدعوات أن ربنا إن شاء الله يفرجها ومن حيث لا نحتسب إن شاء الله. أكيد إحنا التاريخ بتاعنا القريب والبعيد فيه أبطال زي أبو زيد الهلالي، زي أتم الشرقاوي وغيرهم من أبطال كتير جدا شكلوا طفولة أجيال وراء أجيال أو جيل وراء جيل. شهر أكتوبر خلق أبطال جديدة، هنفضل فاكرين أساميهم زي ما احنا فاكرين أسامي كل الناس اللي مرت علينا. الشهر الأخير والحرب على غزة أو العدوان على غزة، أو يعني هو ما ينفعش اسمها حرب، حرب دي كلمة بسيطة للي بيحصل، لكن بقى عندنا أبطال نقدر ان احنا نتكلم عنهم ونبقى فخورين بيهم. يمكن اول حد يجي او في اسمين يجوا في دماغنا هم كتير جدا، لكن وائل دحدوح ومعتز عزايزة الناس بقت شايفاهم سوبر هيرو وشايفاهم رمز للقوة ورمز للمقاومة وشايفاهم أبطال حقيقيين من لحم ودم، مش حد بيحكي لك عليهم، لا انت معيشهم. يعني وائل دحدوح وهو شايل ابنه الشهيد رسموه الناس جرافيتي على الحيطان، قالوا عليه ان هو شخص رغم كل الجراح اللي هو حاسس بيها ورغم كل الألم، وفاة أسرته كلها، ابنه ومراته وبنته، قد إيه الموضوع مؤلم، إلا إن هو صلى عليهم دفنهم، نزل يقدم نشرة الساعة 5 بكل عزيمة. أنا بعتقد إن تقديمه لنشرة الساعة 5 دي هي كان طوق النجاة قبل ما يحصل له أي حاجة، اعتقاده أو الوهلة ان هو يبقى حس ان هو روح ولاده وعيلته دي ما راحتش هدر، وان هو واقف وصلب طوله ومكمل، هو ده اللي عمل منه سوبرمان، هو اللي عمل منه حد بالنسبة لنا ولكتير من ولادنا بقى اسم متميز. كمان يا زهير في حاجة تاني غير معتز، معتز سيبك تكلم فيه، شخص انا من الناس اللي متابعينه وهو عبود بطاح. عبود بطاح ده فلسطيني، ولد صغير، انا تابعته من اول ما من اول 7/11 اهو، ده عبود. عبود كل يوم بيطلع بمنتهى الشجاعه بمنتهى القوه، القصف بيبقى حواليه وطول الوقت بيقول احنا اقوياء، وطول الوقت هو مذيع في وسط كل اللي بيحصل ده بروح كوميدي وفكاهة بيحاول يلطف علينا شوية، لدرجة انه لما اختفى برضه من ضمن الاختفاء، لما اختفى يومين ناس كتير جدا قلقت عليه، واخيرا قناة الجزيرة ادت له الفست ده علشان حطوه من ضمن اصغر المذيعين ليهم اللي بينقل الاحداث في غزة واللي بيحصل. ابطال وراء ابطال، يعني دول في حد ذاتهم دول مستحملين حاجات كتير جدا. هما فعلا أبطال احنا بقينا بنتابعهم وبقوا حتة مننا وبقوا جزء جدا مننا، بندور عليهم وبنخاف عليهم وبنقلق عليهم، ويمكن هما بقوا زي شيرين أبو عقلة. فاكرين شيرين أبو عقلة؟ محدش يقدر ينساها أبدا، فهم بقوا أيقون زي ما كانت شيرين أيقون. ويمكن الصورة اللي احنا شفناها لوائل دحدوح، لقينا الصورة الجدارية دي حد مصور في المنصورة عملها ولفت السوشيال ميديا كلها، زي ما احنا كنا شايفين الصورة دلوقتي ومكتوب عليها انها رمز للنضال، رمز للقوة، وبقى يقولوا ان احنا دلوقتي عندنا بطل شعبي، لا احنا عندنا أبطال. أبطال نقدر بوجودهم معانا وبالبطولات اللي عملوها فعلا واللي لسه بيعملوها واللي هيفضلوا يعملوها ان شاء الله، استغنى بقى عن سوبرمان وعن كل الاسماء وباتمان وكل الاسماء الابطال الوهميين اللي من صنع خيالنا او صناعه امريكا هذا الخيال لاولادنا.
صور وحكايات الناس دي اللي من لحم ودم وانتصارات وصبر وقوة بقت أولى إنها تتحكي لأولادنا وننقلها لهم. يعني إحنا لو عايزين نحكي إيه اللي بيحصل نسيب الجانب الصعب في القصة ونحكي لهم على البطولات وعلى الشخصيات دي من زي وائل ومعتز. أنا من أكتر الشخصيات برضو اللي أنا بعتقد إن هذا الشخص معتز عزيزة هو لسه هيكمل معانا يا رب بعد المحنة اللي في غزة. ليه؟ هذا الشاب بجد مش قصده، أولا هو مش عايز يعمل صفحة على انستجرام ويبقى مشهور، هو من كتر ما هو كان حاطط في دماغه ان ممكن بالصور اللي هو بينزلها تقدر تعمل فرق، نقدر ان ناس كتير يحاولوا يساعدوه. في حقيقة الامر معتز عمل حاجة خطيرة جدا. انا بعتقد ان معتز عزيزة النهاردة بيتعمل عليه مجموعة فيديوهات من برة، من لندن ومن امريكا، في شخصيات بيتكلموا عليه وبيتكلموا ان صوره بصمته بكل فيديوهات اللي هو بيعملها هي اكتر حاجة بتوصل هناك وبيحسوا بمعنى الصورة. فمعتز بمجموعة شغله اللي هو عاملها بالصور اللي هو بيصورها عاملة يعني شغل، اعتقد ان هو مش حاسس لحد دلوقتي بقيمة اللي هو بيعمله نظرا لان هو مش قادر يجاوب او يتجاوب مع الاخرين، لكن لما هيجي ولما هيرجع او لما هنقدر ان احنا نتواصل معاه هيعرف قد ايه صوره دي فرقت كتير معانا. ده حقيقي، الابطال ما بيبقوش مدركين بالظبط انهم بيعملوا شيء مختلف، بيعملوا تاريخ، ان ده الطبيعي وده بالزبط. الواجب وده الشرف ودي الكرامه، لكن الحقيقه تاثيرها علينا وعلى كل الناس اللي عندها انسانيه تاثيرها كبير جدا جدا جدا. وخلينا نحيي كمان الفنان الجرافيتي احمد جابر اللي هو الشهير بنيمو، اللي هو عبر عن تضامنه بالقضيه الفلسطينيه وايمانه بوائل دحدوح ابن هو اللي عمل له الجداريه اللي احنا شفناها دي، واكيد لسه هنشوف حاجات تانيه كتيره جدا. طبعا في من الحاجات اللي وجعت قلوبنا لكن هي خلدت اسمه وهيفضل بطل برضو من الابطال، عوني الدوس. عوني الدوس طفل كان هو ده عوني، كان بيعمل فيديوهات على الانستجرام بيتكلم فيها عن حياته وعن فلسطين وعن غزة. هذا الطفل الصغير استشهد وكانت صفحته عليها 1100 وحاجة، يعني ما كانش عنده أي حاجة. بعد استشهاده بقى أكتر من 1,000,000 فولور، وتم توثيق الصفحة بتاعته بالعلامة الزرقاء، ولكن للأسف يبقى عوني دوس بطل استشهد في غزة. ألف رحمة ونور لعوني الدوس اللي حلمه اتحقق ولكن هو ما فرحش بيه، ولكن احنا اللي فرحانين بيهم وببطولاتهم وبصمودهم هنفضل فاكرين لهم منهم فهو شهيد. لكن ده يفكرنا ان احنا طول الوقت نقرا الفاتحه لكل الارواح الطيبه، ان احنا نصلي وندعي لكل اهلنا في فلسطين. يا رب يا رب يا رب ياتينا نصر من حيث لا نعلم ولا نحتسب. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. فاصل وهنرجع نبتدي حلقتنا، نشوفكم بعد الفاصل. التالي الفنانة أميرة العايدي في ضيافة الستات.
رقة في الأداء وسماحة في الوجه، جذبت قلوب محبي الدراما وأحبوها لشخصها وإتقانها ورقتها التي خطفتهم، وصنعت لنفسها مكانة مميزة في عالم الفن. إنها الفنانة أميرة العايدي، أحبت الفن منذ نعومة أظافرها، فلاحقها حلم دخول عالم التمثيل حتى جاءتها الفرصة في فيلم الشجعان. تزوجت من الفنان وائل نور وأنجبت منه يوسف وسارة، وأخذتها الحياة العائلية، فابتعدت عن الفن لنحو 7 سنوات حتى عادت مجدداً بعد انفصالها، وقدمت العديد من الأعمال، منها جمال الحريم وظل الراجل وكلبش 3 وغيرها من الأعمال المميزة. أخلصت للفن فأحبها الجمهور، وصارت لها بصمة في كل عمل تشارك فيه، فهي الشخصية الصاعدية والفلاحة وبنت البلد وسيدة الأعمال والشخصية الرومانسية الحالمة. بنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين. ولما بنقول في مصر إن فلسطين قضية القضايا، ما بيكونش من فراغ ولا بتكون شعارات بتستهدف الاستهلاك الإعلامي، ولكن بنقولها كمل إيمان. إحنا عندنا إيمان بأننا والفلسطينيين شعب واحد والدم واحد، مش بس عشان العروبة والدين، ولكن علشان في بيننا صلة دم. ده حقيقي، وأكبر دليل على كده أننا ومع تصاعد الأحداث الأخيرة في غزة فوجئنا أن الفنانة المصرية أميرة العايدي هي من أم فلسطينية من مدينة يافا الفلسطينية، وتم تهجيرها زي ما عمل جيش الاحتلال وقتها، أن هو هجر أهل غزة والضفة. وأميرة معانا النهاردة عشان نتكلم عن والدتها، اللي هي بالمناسبة مش زي ما هو مكتوب ودايما الناس بتلاقيه وبتصدقه، مش الفنانة عزيزة راشد، وناس كتير بتعتقد كده. وأميرة هتتكلم عن رحلة والدتها السيدة شهلة الغصين من يافا إلى لبنان ومن لبنان إلى القاهرة، وهنتكلم كمان في تفاصيل وحاجات كتيرة جدا عن أبو الولاد الفنان وائل نور، وعن هي شخصيا، وحاجات كتير جدا هنعرفها ومنورانا وأسعدتنا وسعداء بوجودك جدا. أهلا وسهلا بك يا أميرة. أولا بنشكرك لأن أنت ما بتعمليش حوارات تلفزيونية نهائي، وهي قالت كده بالحرف قبل ما تقعد، أنا جاية علشان أنا حابة أن أنا أتكلم معاكم فقط، لكن أنا مش بحب أطلع ولا أظهر كتير. أول إزايك يا أميرة؟ يعني شوية مشاعر عايزة تطلع وخلاص. أوكي، شوية المشاعر اللي عايزة تطلع دي يمكن هبتديها من زي ما سوير قالت في التقديمة، أن إحنا كنا فاكرين كل ده أن والدتك فنانة عزيزة تقريبا عزيزة راشد، بس في حقيقة الأمر أنت لما كتبتي البوست، أنا ما كنتش أعرف، لما كتبتي الاثنين بوست اللي كتبتيهم في أول واحد كنت بتكلمي فيها على والدتك، اكتشفنا أن هي فلسطينية الأصل. ده حقيقة، أنا ماليش في السوشيال ميديا خالص. آه. وأي أكاونت باسمي ده مش أنا. بس حسيت بعد الأحداث اللي حصلت بتاعت غزة أن أنا لازم أعبر عن مشاعري تجاه أمي، فأول مرة في حياتي أعلق على موضوع أو أكتب حاجة وكانت كلها مشاعر. وجاية النهاردة عشان أتكلم على مامتي وعلى باباي أكتر. اللي حصل في غزة فكرك بماما إيه؟ نبتديها من فين؟ نبتديها من أول التهجير. أوكي. في أول ما دخلوا اليهود كان نفس الوضع، قالوا لهم أنتوا هتخرجوا شوية وهترجعوا تاني، فحصل ضرب وحصل قتل، وقعدوا فترة مش عارفين يعيشوا. فأمي من يافا، واللي بيعرف فلسطين يعرف ان يافا ده كانوا يعني كانوا عائلات أغنية جدا. فلما جم قالوا لهم كده كانت ماما بتحكي لي ان هم سابوا البيت، وكانت تيتا بتربي حمام وحاجات كده، حطيت له الاكل على اساس انهم هيرجعوا تاني. جدتي كانت بتحب الالماز. أوكي. فكانت عندها زلعه كده حطيت فيها المازات اللي هي البيور كده. الحاجات الكبيره. وحطيتها ما بين شباكين في يافا على اساس انها راجعه تاني،
ولما حصل الضرب بدأوا يركبوا المراكب ويركبوا البواخر والحاجات دي، محدش ركب مع حد. يعني مامتي راحت لوحدها على لبنان، اخواتها راحوا في حتة تانية، يعني ما كانوش مسافرين مع بعض، يعني اتفرقوا كمان بعد التهجير. وقت ما كانوا هيمشوا حصل ضرب كامت، فده اللي حكيتهولي يعني، فكلهم اتفرقوا. بس هي عاشت شوية يعني، حكيت لي إن لما كانوا بيخشوا اليهود عليهم كانت هي طفلة يعني. كانت دي صور لوالدتك في يافا؟ آه. ممكن تشوفي من هنا كمان. أوكي. مين معايا؟ 1948. دي الصغنونة دي اللي في النص. دي أختها، أخواتها. دي قبل ما تسيب يافا. ياه. نهر يافا. هي اللي في النص الشقية دي. وكانوا عايشين حياة حلوة قوي جدا يعني. حكيت لي مرة ان كان عندهم ناس اصدقاء خلاني يعني، واحد من الفدائيين، فكانت مراته حامل، فهي كانت قاعدة لوحدها، قالت لمامتي يعني تعالي باتي معايا اليوم ده علشان انا خايفه، وهي كانت على ولاده وكده. فماما قالت لها طيب انا هروح اجيب هدومي وهاجي من بكره اقعد معاكي. تاني يوم لقوها، انا مش عايزه اقفل الناس قوي بس دي الاحداث اللي حصلت، مقتوله، دخلوا عليها اليهود فتحت بطنها ولقوها. فده كان رعب. دايما كنت اقول لمامتي ايه، هو انا ليه مش شايفاكي بشعر طبيعي، ليه ابيض؟ ليه من الفزع. قالت لي حاجه غريبه قوي، قالت لي لما كانوا بيخشوا اليهود علينا من كتر الخوف احنا شعرنا ابيض، واحنا اطفال كنا بنقعد عاملين كده، مطرح ايدينا كان بيبقى في شعر ابيض من كتر الرعب. من كتر الرعب. يعني من سنه 48 والفلسطينيين في رعب اجيال ورا اجيال ورا اجيال. ده حقيقي. التهجير ده عمل ايه في ماما؟ لا عمل حاجات كتير، بهدلت خاصة انها صغيرة وانفصلت. دي حقيقة يعني. ماما لما راحت لبنان مع مامتها ولا اخواتها مفيش، اتسننت علشان تتجوز. كان عندها قد ايه؟ عارفة هي ما حكتليش، لكن خلاني حكولي. فالتوقيتات بالنسبة لماما يعني، احكي لك قصة انا ما كنتش اعرفها يعني، بابايا ما حكاش القصة دي. لما راحت لبنان طبعا الحياة كانت صعبة طبعا، كلاجئين من حياة ناس أغنياء جدا كده. اتجوزت هناك وقعدت كذا سنة وخلفت. وطبعا هي ما ارتحتش لأن هي كانت طفلة يعني 15 سنة تقريبا. يعني انت كده ليك أخت في لبنان؟ معرفهاش خالص. أنا معرفش أن مامتي اتجوزت خالص غير بعد وفاة بابايا بالصدفة. ازاي يعني؟ هقولك ازاي. يعني في بدايه جوازي مع وائل كان في مشاكل وبتاع، فمره كده الجلاله خدتني وقلت ايه انا عايزه اتطلق وكده. فراح خالي جاي قال لي انت عايزه تتطلقي وتعملي زي مامتك ونقعد في المحاكم 10 سنين لحد ما خدت الطلاق. فاللي هو ماما عمرها ما كلمتك في القصه دي ولا كلمتني؟ قالت لك عندك اخت ولا انا عندي بنت ولا دورت عليها؟ لا، هم قالوا لها لما هي بدات نفسياتها تسوق وبدأت تعيط، فعايزة تسافر عند أختها في مصر، فخافوا فخدوا منها البنت. مين دول؟ معرفش. خدوا منها البنت وقالوا لها خلاص بنتك ماتت، دفنها وجابوها على مصر. فطبعا أنا كل ده معرفش يعني، وارد جدا يبقى لي أخت بس أنا مش عارفة هي فين مين. طب تفتكري ليه مامتك ما حكتلكيش القصص دي؟ يعني واضح إن هي كانت بتحكي حاجات كتير، ليه القصة دي بالذات؟ هقول لك، هي كانت بتخاف. يعني انا لما عرفت ده واجهتها وقلت لها انا ليا اخت وليا كده، قالت لي لا 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 ما تخشيش في الموضوع ده ممكن يقتلوكي. قلت لها مين هو زمان وماتوا من زمان، مين اللي هيقتلوني يعني؟ فقالت لي لا انا ما اتكلمش في الموضوع ده. تفتكري بتجربه ماما من اول من 48 البنوت اللي شفناها في الصور وهي بتضحك واقفه دي، هل مع مرور الوقت تحسي ان هي فقدت حاجة، ما بقتش سعيدة، السعادة ما بقتش هي حساها، أو فين وفين لما تحسي إن مامتك كانت مبسوطة؟ دي أكيد. هي دايما كانت عايشة في الماضي ودايما خايفة وذكريات أليمة جدا.
كفايه ان مامتها لما جت اتوفت هي ما عرفتش تروح لها. بالظبط. كانت في يافا؟ كانت في غزه. كانت في غزه. مامتها طلعت على غزه. خلاني كلهم بقى طلعوا، اللي طلع بقى على الاردن، اللي طلع يعني كده اتشتتت العيله. بالظبط. لكن مامتها هي الجده هي اللي فضلت في فلسطين في غزه. وما رحتوش زرتوها؟ ما كانتش بتروح تزورها؟ ما هي امي لما جت بقى على مصر قعدت 10 سنين قبل ما اخذت الطلاق في المحكمه، على ما اعتقد الناس اللي انا بحكي عليهم دول اللي انا مش عارفاهم، هم بعتوا، كان وقتها جمال عبد الناصر، قالوا له احنا عايزينها، هم كانوا سلطه، فقال لهم لا، رفض، قال لهم طالما في قضيه في المحاكم انا مش هديها لكم. وقعدت فتره، وبابايا بقى كان الوقت ده كان بيدرس، وكان يعني انا خال بابايا يوسف الجندي اللي عمل جمهوريه زفته. طبعا كاتب كبير. فكان في المعتقل شويه، في الدراسه شويه، في البدايه، فهي اخذت فتره طويله كانتش تعرف بابايا خالص. كانت خالتي ساكنه قدام عمتي، فلما حصل ان هم شافوا بعض بعد بقى الطلاق وقعدت فتره اتجوزها، بس قعدت فتره طويله يعني كل ما تجيب بيبي من الخوف. من الخوف؟ طبعا. للدرجه دي كان الموضوع كان لدرجه ان هو اثر عليا انا في حياتي. ازاي بقى؟ اي اثرت عليا ان انا كنت بخاف من غير ما احس. يعني كان كل حاجه لا ما تعمليش، لا ما تروحيش، لا ما ده حقيقه. وبعدين احنا نص العيله فلسطيني والنص الثاني مصري، يعني انا كانت امي اصغر اخواتها، فكانت جدتي بتخلف، خلفت امي، وخالتي بتخلف ولاد خالتي، المفروض ان انا بقول لهم خلاني. زي قلت كده الفلسطينيين مع المصريين هم متجوزين من بعض، دم واحد. انت لما روحتي مع مامتك لفلسطين كان عندك كام سنه وتفتكري ايه وهي كانت حاسه بايه؟ يعني انا مش فاكره بالظبط، بس فاكره يا اما يعني في ابتدائي يا اما في اول سنه اعدادي، بس طبعا كل حاجه فاكراها. الاول نزلنا في غزه، ومنها بدانا نروح بقى يافا وعيفا وحيفا وعكا. اول مره كانت تشوف مامتها بعد التهجير؟ كانت راحت لها؟ كانت خلاص مامتها توفت. مامتها يعني هي ما شافتش مامتها من بعد ما مشيت وسابت الالمازها ستك؟ ما شافتهاش؟ لا من لا لا ما شافتهاش من بعدها. كانت عندها كام سنه بقى؟ بصي التوقيتات مش عارفاها قوي، لان يعني امي لما جت اتسننت عشان تتجوز مش فاكره قوي، بس فاكره هي الفتره اللي هي من ساعه الصور دي لحد ما جت على مصر، يعني كانت فتره طويله يعني حوالي 15 سنه من حياتها او كده. ولا مره قدرت انها تروح تشوف امها في غزه؟ لا لا. من كتر خوفها؟ من كتر الخوف ومن كتر ان ممنوع حد يدخل، لان هي لو كانت دخلت ما كانتش تطلع، ما كانتش هتعرف تطلع. لا خالص. طب لما وصلت يافا بلدها هي ماما عملت ايه؟ لقيتها قاعده على البحر كده على الرمل، وبعدين قاعده بتبص على بيت. البيت ده كان جميل قوي انا فاكراه، عباره عن عارفه الحجر الكبير قوي ده مش عارفه ايه، والموج نفسه بيخبط فيه، فانا مش فاهمه، انا قاعده جنبها باكل ايس كريم والحياه حلوه كده، فلقيتها بتعيط، فبتقولي ده كان بيتنا، بس طبعا البيت ده فيه يهود، يعني هي ما قدرتش ان هي تخش، بس كانت قاعده بتتفرج عليه من بره، يعني طبعا دموع احساس رهيب بالشجن. علشان كده سياده الرئيس لما قال لا تهجير، دي كانت حقيقيه. انا مقتنعه جدا لسبب، ان اللعبه هتتعمل تاني، يعني هتطلعوا عشان ما تموتوش، يعني يا اما تطلعوا يا اما هتموتوا. فده كان قرار صائب جدا. انت حسيتي ان مامتك بعد ما طلعت من مكانها ما عاشتش؟ هي ماشيه في الحياه، الايام بتعدي وبتعيش، بس ما عاشتش، يعني ما مش حاسه في البيت. بالظبط. حتى لما جوزت باباكي ما كانتش سعيده، يعني لان اللي شاف المقاسي دي حتى لو هو سعيد بتبقى سعادته مش مكتمله. هو اكتملت طبعا لان بابايا كان حد محترم ومن عيله كبيره وكان مقدر ظروفها، يعني انا حبيته. ازاي اتعرفت بيه؟ ازاي كانت عمتي قدام خالتي؟ تمام. وبابايا كان قاعد عند عمتي عند اخته، وهي كانت قاعده عند اختها، فيعني جواز تقليدي يعني على ما اعتقد، يعني شافها عجبته وكده الكلام ده، بس بداوا من الصفر مع بعض يعني. والحياه كانت عامله ازاي بينهم بقى؟ احترام، مثاليه قوي،
يعني مامتي كانت يعني بتخاف جدا، بابايا كان مثالي جدا، فانا ورثت منهم الحاجتين، ورثت منها الخوف والمثاليه اللي هي اصلا مش موجوده. انت يوتوبيا يعني، يعني قالوا لي ان الحياه حلوه قوي يعني، يعني بابايا قال لي ان الحياه مثاليه قوي، ان مفيش شر، مفيش محامي، بابايا كان محامي مرتشي يعني، لا في يعني مفيش شر، مفيش ناس بيعملوا كذا، لا في. فعشت في حياه شويه، شربت من العبال ما طلعت بقى، وعالجت نفسي، خدت بقى فتره طويله بقى. وعالجتي نفسك طبعا. انا دي صوره ماما وبابا، باباكي ومامتك. طب انت جدا جدا انت كتبت لها على ذكر قصه التهجير ده، اطمني مفيش حد هيتهجر من ارضه، وقلت لها اطمني تاني مفيش فلسطيني هيخرج من بيته ولا هيسيب وطنه ومش هيقدروا يخدعوهم تاني. وقلت كلام مهم جدا، وقلت ان انت بتفوضي سيادة الرئيس في كل قرار ياخده للدفاع عن ارض مصر وارض فلسطين، وطن امي الغاليه. انت لما شفتي بقى الاحداث بتحصل احساسك كان عامل ازاي؟ هي هو ده اجرام، دي اباده جماعيه اللي بيحصل ده. ما هو في فعل وفي رد فعل، رد الفعل قوي جدا على الناس اللي جوه غزه. يعني انا فاكره ان اما رحت مع ماما ما كانش في حد، عارفه الجدات والامهات والاطفال واللي حتى يعني اللي عنده اب او كده بيسافر، بيشتغل. فاللي بيحصل ده بيحصل ده، اجرام يعني. طب بيموتوا ناس. انت ملاحظه ان المواطن الفلسطيني عنده نوع من الايمان والصلابه دي، وانت يمكن جزء من عيلتك فلسطيني الجنسيه، تقدري تعرفي رغم ماما اللي كانت خايفه الا ان هي لو بصيتي عليها ست سافرت لبنان جوزت ما نجحتش الجوازه، رجعت مصر جوزت خلفت، الصلابه دي بتبقى تربيه في التربيه جايه منين؟ لا هي ما كانش عندها صلابه، هي الظروف حطتها. بس استحمال الظروف. ما هي ما كانش عندها حلول، فالخوف اللي جواها طلع عليها لما جت واستقرت في حضن اختها الكبيره. لكن هي ما كانتش قويه، هي كانت طول الوقت بتعيط، طول الوقت بتخس، طول الوقت. حتى لما جم قالوا لها ان بنتك خلاص ماتت ودفناها، هي كانت طفله يعني. قالت انا كنت خايفه يعني، خايفه ادخل الاوضه، خايفه اقول لهم هي ماتت ولا انتم بتقولوا كده علشان انا عايزه اسافر واخدها. فهي ما كانتش قويه خالص، بالعكس. لكن الصور بنشوفها مثلا دلوقتي في غزه، بتلاقي ان الستات والرجاله والشباب بيعلمونا كل يوم أقوى. دروس اقوى. لكن انا بتكلم على مامتي، لا ما كانش، لانهم كانوا من اوائل الاجيال اللي شافت القهر والعنف، ما كانوش متوقعين يبقى في حد بالعنف ده. وهل هي فعلا قعدت 10 سنين ولا اكتر عشان تحصل على الطلاق ليه؟ لما هي جت مصر عشان تقعد مع اختها، حصل ان هم كانوا عايزينها ترجع، وهي خايفه مش عايزه ترجع، فحصل بقى قضايا وكده. طيب أميرة، أنت مش دايما من الفانز بتوع السوشيال ميديا، مش موجودة على السوشيال ميديا، ما بتحبيش الاجتماعيات و بس الحماس اللي ظهر عندك مع بعد 7 أكتوبر والعدوان الأحمق اللي موجود دلوقتي، بدأت تظهري وتكتبي وتشاركي كمان في فعاليات، ده علشان وفاء لذكرى مامتك ولانه جزء من العيله فلسطيني، ولا لو ما كانش الجزء ده موجود كنت هتعملي كده برضو؟ اكيد كنت هعمل كده، بس اكيد انا بوجه رساله ومشاعر لامي، وفيها جزء كبير طبعا للشعب الفلسطيني، لان انا عشت بسمع الحكايات دي. احنا عملنا، احنا رحنا، احنا خوفنا، احنا مش عارفه ايه كده يعني. بس عارفه اميره، الحكايات دي مأثره فيكي جدا يعني. انا اول مره التقي بيكي بحس ان هي اثرت فيكي، اثرت فيكي عموما. دي اكيد صح. اثرت ان انا ورثت منها الخوف ده، مضايقك جدا بس خلاص يعني تقبلتي. يعني الخوف من ايه؟
ان هحكي لك موقف صغير مع ماما. خلاص بعد وفاة بابايا كان في يعني بنوضب البيت وكده يعني. هو توفى اثناء العمال ما كانوا موجودين وبعدين مشيوا وجبنا ناس ثانيه وكده. فعارفه الكاسيتات بتاع زمان دي اللي هي ليها بابين؟ واحد منهم سرقها. فانا عملت بقى هالليله وازاي بقى وانا راجل البيت وازاي نسرق وكده. وانا هروح ابلغ. جابتني من شعري. علشان ايه؟ لا مش هتعملي كده، ده حقي. تعمل ايه هي بقى؟ تروح تدي للحرامي الفلوس وتقول له اديها الفلوس دي وقول لها ان ده تمن الكسر. وانا ما كنتش اعرف. هو جاي بيديني الفلوس وبيقول لي والله ده من ذهب مراتي، والله مش عارفه ايه. وانت طبعا مصدقه. طبعا انا منتصره بقى، ده انا عظيمه بقى اللي هو يعني خدت حق. لكن من كتر خوف مامتك هي اديت له الفلوس عشان يروح يديها لك. بالظبط. واو. امتى بداتي تتخلصي من الخوف؟ يعني امتى قعدتي مع نفسك وقررتي ان انت ما تسيبيش حقك؟ وكان ايه الدوافع اللي عندك؟ من سنتين. سنتين بس؟ كنت قاعده مع نفسي بنتكلم يعني، فقلت ايه ده، بكتشف نفسي. انت على فكره انت مش جبانه يعني، ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده؟ لا اقوي كده وحاولي تاخدي حقك وحق ولادك وكده. من سنتين. ايه القرارات ده؟ ازاي عملتيها؟ ليه اشمعنى من سنتين؟ ايه اللي حصل؟ عملتي ايه من سنتين؟ هقول لك على حاجه. اكيد اي حد متوفي بيبقى له حقوق. فوائل لما جت توفى اكيد ساره ويوسف ليهم حقوق. فكنت بتصرف تصرفات غريبه شويه. اللي هو انت هتعملي ايه؟ اللي هو اعمل ايه في ايه؟ ما مش مهم. ايه هو اللي مش مهم؟ مش مهم، احنا مش عايزين. فكلمه مش عايزين، مش مهم، سيبه، نسيب، ايه الهبل ده؟ فلما حسيت بقى ان الموضوع ان انا كنت السبب في ان هم يتعبوا نفسيا، انا الفلوس ولا تهمني، انما حياه ولادي النفسيه دي اهم من اي حاجه في الدنيا واهم من اي حد. فاكتشفت ان انا السبب. عشان كده من سنتين قررتي انك عشان خاطرهم تبقي اقوى من كده. طبعا، وانا قويه، بس كل ما اخش في القصه دي حاجه تسحبني، عارفه اللي هو ايه؟ طب ما بلاش، طب ما يمكن، يمكن ايه؟ انا هطلع اتحاسب. مفيش حاجه اسمها يمكن دي. صح، وزاد انك مسؤوله. هتفضلي طول عمرك اللي هو انت مش واخده، مش عايزه تاخدي حقك عشان انت خايفه يعني مثلا انفصال. لا مش عايزه اخد حقك عشان خاطر ما حدش ياخد ولادك. مش عايزه تعملي كده علشان خاطر مش عارفه ايه. فاكتشفت ان طز بقى. مع انك اقوى، مع انك انت ست قويه وما عندكي ومش محتاجه حاجه من حد خالص، يعني اندبندنت بمعنى اصح، عندك فلوسك، عندك بيتك. ده اكيد. فالرجوع ده كله مجرد خوف من المواجهه لاي حاجه ممكن تضايق ولادك او تضايقك، انت مش عايزه تواجهي. بالظبط. عارفه القصه اللي حكيتها لك بتاعت مامتي؟ ايوه بالظبط. انت بقيتي مامتك. عملت حاجه شبهها كده، اللي هو يعني الهروب. بالظبط، انت بتهربي. طيب هنكمل حوارنا ونشوف بعد ما هي قررت تبطل هروب وتواجه وتاخد حقها والكلام اللي اتقال كتير في قصة الطلاق من طارق من وائل نور، وأسئلة كتير وكلام جميل إن شاء الله. أميرة العيدي بعد الفاصل. بنجد تحية لكل مشاهدين وفي ضيافتنا الجميلة أميرة العيدي. ورغم أن كان في فترة مشاكل وأربع سنين عناد، إلا أن أنت والله يرحمه وائل نور بقيتوا أصدقاء. عرفتوا تعملوها إزاي وتخطيتوا إيه عشان تبقوا أصحاب؟ واتجوزوا إزاي أصلا؟ اتجوزوا يعني 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 تكملة. أنا عايز أعرف القصة. إيه هي تكملة اللي أنا قلته لك بالظبط؟ يعني اتجوزت بعد وفاة بابايا. يعني بابايا قال لي يعني ما حدش قال لي بقى إن في موت وبتاع يعني عادي عايشة حياة. باباكي توفى بعد مامتك؟ لا قبلها. قبلها. فاتجوزت وائل تقريبا في الأربعين بتاع بابايا يعني. في الأربعين؟ بحثا عن الأمان يعني.
ليه؟ خايفة. لا ليه دي لو قلتها مش هتصدقيها. لا قولي هصدقك. هصدقك. عايزة أقول براءة. أنا مش عايزة أجيب براءة. لا لا حاول. كنت لسه في أولى جامعة. خليها تكمل. لما حصل الوفاة كان بابايا بيوضب البيت وكده. فدخل فار. فارة. حامل. ولدت في البيت. وانا وامي انا بكلمكم بجد والله، انا ومامتي قاعدين لوحدنا، فيعني يعني ايه، انا مش عارفه اقتل الفار ده ولا مامتي عارفه تقتله، وانا خايفه جدا ومرعوبه الموت والفاره دي اللي قدامي هي ولادها اللي هو منتشرين، والخوف ان مفيش حد اصلا جنبي. فوائل جه عزاني، واحنا كنا صحاب يعني صحاب. هو كان عنده أجنسة عربيات وكنت بغير عربيتي. فما كانش يعني ما كناش داخلين احنا هنتجوز، احنا مجرد حاجه كده يعني اصحاب. قلت له تعالى موت الفار. قال لي تتجوزيني؟ قلت له بس انت بتعرف تقتل فلان؟ قال لي قلت له طب يلا تعالى. ده اللي حصل بالظبط. انت بتتكلمي جد؟ اقسم بالله. لا بصي ما يغركيش البتاع، هو ده اللي حصل. و ما قتلش الفار. احنا استعنا بحد. بس شوفي كم الخوف اللي كان جوايا، انا عايش لوحدي بعد بابايا، يعني كانت اي حاجه بتخوفني، حياه كلها خوف. بس انتوا حبيتوا بعض. حبينا بقى بعض وقضينا وقت لذيذ. بس انا كنت عايزه اب، وانا غلطت بصراحه مع وائل، هو حرام يعني. هو مش هيبقى عمره ما هيبقى اب. ليه؟ هو الزوج ما بيبقاش اب. عمر ما حد هيبقى باباكي. لا ممكن يبقى باباكي بحنيه لا انا حطيته في حته مش بتاعته ليكي. يعني حطيته في حته مش بتاعته، وهو كان لسه بيبدا. دي صورتك مع بابا. وائل كان لسه بيبتدي، فانت كنت عايزه حاجه تانية وهو كان مشغول بحاجه تانية. عايزه بقى عارفه يبقى صاحبي، يبقى اخويا، يبقى بابايا، يعني احنا في فرق سن ما بيننا. هو كان عايش حياته وانا كنت لسه عايزه اطلع. عاده الستات بيقولوا الكلام ده، يعني بيقولوا لجوازاتهم احنا عايزين، انا عايزاك. ما عنديش الخبره ان انا. وما عندكيش الجراءه انك تقولي له انا عايزه؟ ولا الجراءه ولا الخبره. واو. عشان كده لما انفصلنا احنا قعدنا طبعا في 4 سنين أو 3 سنين كان في عند شديد. انا عنيده جدا. انت عنيده؟ كان عند ايه؟ انك انت ما توريهوش. اي بقى هبل بقى خالص. ما توريهوش ولادك؟ لا خالص. امال عند ايه؟ احنا اطلقنا كل واحد بقى خلاص في حياته. ما تطرقناش لمواضيع يعني. بصي ايوه عنيدتي في ايه؟ الشخص اللي قدامي ده اللي هو البتي اللي انت قاعده تعندي ازاي؟ انا عايزه اعرف. لا لا انت لما تحبي تعندي بيبقى شكلك عامل ازاي وتعندي في ايه؟ عارفه برج الحمل لما بيعند ما بيشوفش. ده حمل غضوب وبرج ده هبل اصلا، بيعمل اي هبل. فانا ما يعني انا يعني ممكن يعني غباوه الحمل ده توصله ان هو بيعمل حاجات هبله هو مش حاسبها. عنيد وخلاص في المطلق. لا لمجرد لا هو كده. بعد كده قعدنا بتاع 3 4 سنين كده. وبعدين اتكلمنا تاني فلقيت ان احنا اصحاب. الله انتوا اصحاب الطف واحسن كده وانتوا ازواج. يعني احنا ما كناش شبه بعض. مش وائل الوحش، لا انا اللي يعني انا اللي غريبه. دي صورتكم. ايه اللي افتقدتيه في بابا كنت بتدوري عليه في وائل وقعدت سنين تحاولي تلاقيه ولما ما لقيتهوش حصل الجاب والانفصال؟ لا انا ما حاولتش. عارفه انا كل حاجه كانت بالنسبه لي داخليه، انا عايزه وعايزه 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 بس ما قلتش. يعني او كنت حاسه ان هو اللي قدامي ممكن يستوعب او انا عايزه ايه. وهو من غير ما تتكلمي؟ من غير ما اتكلم. انا قلت انا ماشيه. بس كده. ومشيتي. طب في علاقتك بوائل نور الله يرحمه اخدتي منه ايه؟ غير فيك ايه؟ وقت ما كنا عايشين مع بعض ما خدش منه حاجه. والله؟ خالص. احنا شخصيات مختلفه. لكن كان بيحكي قدامي، ما كنتش لسه بشتغل، على حاجات خدت منه الخبره اللي هو يعني اللي سمعتها، يعني خبره سمعيه يعني من حكايته هو في شغله. ازاي دخلتي التمثيل وانتي بهذا كم من الخجل والخوف؟ الجرأه دي جات لك منين؟ بصي انا مش بتكسف، انا جريئه ولكن جبانه. طيب اشرحها لي بقى ازاي عملتيها ازاي. هقول لك.
عارفه احنا الاثنين متخانقين مع بعض. تمام. فانا جريئه ممكن اقول لك كلام في وشك كده. اوكي. اقول لك انت مش كويسه. اه. بس جبانه ان انا ابدا الكلام اقوله لك، بس لو استفزتيني ووصلتي لي لمرحله ان هقولها لك. هتقوليها. اه. طب دخلتي تمثيل ازاي؟ ده من ايام بابايا مش من ايام والدي. اه يعني آه قبلها. من اعدادي تقريبا. آه عملت فيلم في الصيف. يعني مش في اجازه الصيف. كان فيلم سرقات صيفيه مع الاستاذ يسري نصر الله. وبعدين قعدت بقى فتره اللي هو اعدادي وثانوي، في ثالثه ثانوي تقريبا كان في فيلم الشجعان. اوكي. يعني ما كنتش بقى اللي هو بشتغل ممثله، لا يعني على هوية. حسب على حسب الدور لما يجي لي وبابايا يقراه، يعني يقرا السيناريو فيقول لي تمام فاشتغل. واضح انك كنت قريبه قوي من باباكي. جدا من الاثنين. اه الاثنين دي حقيقه. طيب رغم الانفصال لما انتوا رجعتوا اصحاب، حسيتي ان دي الصيغه الافضل للحياه بينك وبينه ولا عشان الولاد؟ اه طبعا. وبعدين كنت بعرف اتخانق معاه. كأصحاب بقى. اه طبعا. يعني يقول كنا بنتخانق، يعني انا فاكره ان في خناقه صوتنا عيني. وحمل برضه. كنت مبسوطه قوي. لا جوزاء. اه جوزاء. كنت مبسوطه ليه انك صوتك عيني؟ ان صوتي عالي. اللي هو اوعى لا في ايه؟ ده انا ليا ده انا عندي صوت اهو. انا عندي صوت. طب مين من ولادك الولد ولا البنت واخدين من شخصيتك؟ من شخصيتي؟ اه. الاثنين. يعني الاثنين واخدين مني، يعني ساره واخده مني حاجات ويوسف واخد مني لو حاجات. لو قلت لك ساره واخده منك ايه؟ واخده مني تسرع. اوكي. والثقه في الناس اللي هي لا حدود ليها يعني. انه مفيش حد وحش في الدنيا دي. اه. احنا في يوتوبيا. احنا تمام قوي. وما بتسمعش غير لما يعني اللي قدامها تاخد بقى التجربه الخطأ. نفسها بتتعلم بالتجربه بالخطا والمعايشه نفسها. ده حقيقي. انت لما اتجوزت وائل قعدتوا عند والدتك في بيتها. لان هو ما كانش مستعد ولا انت مش عايزه تسيبيها؟ هو مش مستعد لحاجه. لا ما كانش مستعد. لا. وانت كمان ما كنتش عايزه تسيبيها اكيد ولا؟ طبعا. يعني هو في الاثنين، حتى لو انا عايزه اسيبها هو مش مستعد. يعني انا يعني مش عارفه يعني ايه الناس بتجهز ولا بتجيب شقق ولا بتجيب مش عارفه الحاجات دي. انا ما عشتهاش. انا عشت ان وائل جه عاش معانا في بيتك في كل حاجه، في اوضتي في بيتي في حياتي وكده. وانا ما كانش عندي طلبات. ما كنتيش تتمني انك تبقي ليكي بيتك؟ لا خالص خالص. بس احنا جبنا يعني حصل يعني قعدنا في بيت تاني بعد 10 سنين جواز او 11 سنه. قعدت شويه متحمله، يعني عايزه ارجع لمامتي. بيتي طبعا اللي هناك ده بيتي وكل حاجه، بس عايزه ارجع في حضن ماما. يعني كان عندك بس بعد 10 سنين. بس انت اتطلعتي اعتقد بعد البيت الجديد ده على طول، ما كانش حلو ولا قعدت شويه؟ مش عارفه والله العظيم، يعني مش عارفه. يعني مش ما كانش وشه حلو. تخيلي. ممكن يكون ما كانش وشه حلو. طب وانت في السنوات اللي عند الاربع سنين العجاف دول كنت عنده معاه ان هو يشوف الولاد ولا؟ لا خالص. ده بس ده اتقال. هو ده لا يعني اي كلام اتقال ده مش حقيقي. خلاص. بس هو احنا اتخضينا من فكره الانفصال، فكل واحد راح في حته. اتعامل مع الموضوع على انه اللي هو انت هتيجي. بالظبط. وانا مش هيجي. فحصل ده اللي هو انت عندك جرأة انك تطلقي. عندي جرأة انا اطلق. هو واخدك اللي هو خوافة ومش هتقدر تعمل حاجة، وانا الحياة بالنسبة لها بالزبط. والولاد فكان مرتبط مستني. بالولاد ايه؟ كان مرتبط بالولاد جد طبعا. بس هو كان مستني ان انا ترجع. خلاص اقول له انا خلاص تسلمي ترفع الراية. مش هعمل كده. طبعا عشت في مأساة وفي تربية ولاد. ازاي لوحدك؟ ما هو انا عنيدة. ما انا مش هعمل كده. يعني مش هعمل اللي قال لي عليه وائل. ده عند بقى بس مش اكتر. طب بعد ما اتطلقتي امتى حسيتي انك مسكتي زمام الامور بتاعت حياتك؟
لما حصل ايه؟ وانا لوحدي مش زمام امور قوي، انا عماله اتعلق يعني. بصي انا وساره ويوسف مع بعض احنا صحاب، ف ما مسكتش زمام الامور. الناس شايفاني ست مش عارفه ايه، معايا امي ومعايا الاولاد ومسؤوله ومش عارفه ايه عنهم، وانا مش عارفه اذا كنت مسكت زمام امور ولا لا لحد دلوقتي. انا مش قادره احكم على نفسي. بس انت قلتي ان من سنتين انت اتغيرتي، فانت عارفه امتى وفين وازاي. طبعا لما نزلت شفت الدنيا. بس انا كنت بعمل ايه مفيده؟ كنت إيه؟ بروح اشتغل وارجع بيتنا وقفل على نفسي وكده. كنت بخاف ان انا اختلط بالناس، يعني عارفه لو حد قال لي انت حلوه اقول له لا مفيش الكلام ده، بس انت حلوه عشان هتخانق معاها. مفيش الكلام ده. فكنت طول ما انا ماشيه اصدم الناس، يعني اللي هو يعني عشان ادافع عن نفسي، يعني ما حدش عمل لي حاجه على فكره. دفاع نفسي بتعمل حمايه نفسي. ايوه. طب معزه ولا عشان خاطر الولاد الموقف اللي انت عملتيه لحظه رحيل وائل نور؟ انت رحت اسكندريه جبتيه وعملتي له العزا، ده المعزه والعشره خارج منه من هو ابو الولاد ولا ابو الولاد الاول؟ بصي هو انا مش عارفه، انا كنت منهاره، انا كنت هموت، وحسيت ان في حته كده مني راحت رحت بالرغم ان احنا مش متفقين خالص. ف الحب ملوش علاقه، ملهاش علاقه. ما كنتش متخيله ان انا هزعل عليه قوي كده. انا وساره، كان يوسف وقتها في لبنان، فانا وساره رايحين السخنه، كان يوم شمال السين ومحدش قال لنا، بس فجاه الدنيا بقى مقلوبه. ويكلموا ساره ويكلموا يوسف انتوا كويسين؟ اتاري بقى كل الناس عارفه ان وائل توفى واحنا ما نعرفش. فصارت تقول لهم ايوه في ايه كويسين، فافتكروا اشاعه فخلاص مش هنقول. فجاه جاء تليفون للسواق بتاعي يقول له انت في اسكندريه ايه؟ فقال لهم لا. ليه؟ قالوا لي عشان الاستاذ توفى. طبعا انا في السخنه رحت لفه وعلى العجم جري. خدت بقى انا وساره طبعا انهيار، نزلت صوتت في الشارع صويت مش طبيعي. وطبعا واجهتني مشكله عشان اجيب يوسف. يوسف كان في لبنان بيدرس وكان عنده امتحان تاني يوم وما كانش عارف عشان يجي في دفنه بابا يلحق الدفنه بتاعت بابا. دي كانت مشكله بقى. ده طول الطريق بقى وانا هو بيصوت وساره بتصوت جنبي وانا منهار. ما سبتوش بقى، رحت جبناه وفضلت معاه، ورحت جبت يوسف من المطار عشان يدفن بابا، و فضلت معاه طول الوقت مع اننا جبانه. يعني اول مره اخش كده على حد بيتدفن، انا مامتي هربت ما دخلتش. فاللي هو انت بجد يا وائل؟ لا ما تعملش الحركات دي بقى. في انت بجد ولا ايه؟ اصل بيحب الحياه جدا، فانت بجد تحت كده؟ لا خدي لك بقى كام سنه قاعده بقى انا في الهلاله بقى. الهلاله دي ما ندمتيش على حاجه كنت عايز تعمليها او تقوليها له؟ لا خالص، هو ده الصح اللي اتعمل ان احنا ننفصل، هو ده الصح. لا مش شرط، انا ما بتكلمش عن انفصال، ان كنت تقولي له حاجه. بصي انا ما عنديش حاجه اقولها له. هو حصل مكالمه ما بيني وما بينه قبل وفاته بيومين. هو قال لي غريبه جدا. ايه بقى؟ قال لي انا كنت مقصر، وانا كان المفروض اروح ليوسف، وكان المفروض اعمل، وكان يعني شويه حاجات كده قالها. اتخضيت، كلمت يوسف قلت له هو باباك ماله في ايه؟ يقول كده ليه؟ ما فيش يومين حصل ده، هو اللي طلع، هو اللي طلع قبل ما يمشي وودعكوا على الاقل. يمكن عشان كده انت هديتي. لا خالص، انا كنت يعني خلاص بعد ما عديت فتره العند وان انا قويه وان انا اعظم واحده في الحياه وبتاع وقادره اعمل كده، خلاص يعني بقينا اصحاب. يعني سامحت معاه، ما كنتش عايزه. ايوه عشان كده وفاته بالنسبه لك جه مفاجاه. طبعا. وحزن وزعل وقعدت. وائل ده مربيني. بالظبط. فاهمه؟ يعني مش عرفت قيمته لما توفى. لا احنا في علاقه غريبه، يعني هو واخدني اصلا يعني مفيش خالص. حد يعني صغير. مفيش خبره ومفيش اي حاجه. طب انا مستوقفني يعني الكلام اللي كان بيقوله. هقول لك على حاجه، البرامج. لحد النهارده عندي عقده البرامج منه. ليه؟ هقول لك ليه. اول ما بدات اشتغل انا كنت اسالك السؤال ده.
هقول لك، اول ما بدات اشتغل قال لي اميره خدي بالك انت لو رحتي برنامج منتهى الخطوره، يا هتتكرهي قوي يا هتتحبي قوي. اوكي. لحد النهارده انا مش عارفه اطلع بره العقده دي. الكلمه دي بترن في ودانك، فعشان كده انت مقله طبعا من ان انت تطلعي في برامج، خايفه انك تتكرهي. مش هتكرهي يعني، اللي هو خدي بالك قوي، انا ما بعرفش اخد بالي قوي، هعملها ازاي؟ فقررت انك تبعدي. انت عشان صريحه. بالظبط. بالعكس، ده صراحتك دي هي جميله. الانسان الصادق هو اللي الناس تقرب منه. بالظبط. عايزه اقول لك ان الكاميرا من اكتر الحاجات اللي بتحبها هو الانسان الصادق، هو بيوصل للناس. طب انا مستغربه انت ليه قاعده بقالك فتره ما بتشتغليش؟ ليه؟ هي مش فتره، هي بقالي سنه ونص. طب ما دي فتره. لا، مخصمه الشغلانه بتاعتنا خالص. انت مخصمه الشغلانه؟ ليه بقى؟ هقول لك ليه. اول ما بدات قعدوا يقولوا اميره وشها رومانسي ومش عارفه ايه وايه، اتهريت بقى ادوار رومانسيه خلصت فخصمتها في بدايه. عايزه اتغير. بالظبط. جه بقى عم اسماعيل عبد الحافظ وقال لك هاتولي البنت دي، وبدات اعمل ادوار وادوار شريره وادوار سايكو ومش عارفه ايه، فرجع لي الشغف تاني وكنت مبسوطه. بقالي 3 سنين الاميره شكلها ما اعرفش ايه، لا هاتوها في سيد اعمال، ست ما اعرفش ايه، مش عايزه اعمل الادوار دي. فقررت يعني في خلال السنتين دول جالي حاجات انا عملتها، هنزل اعمل ايه تاني؟ والشغل اللي كان الحلو اللي جالي اللي انا حبيته كان بره مصر، بس ما اقدرش اسافر، فخصمتها مؤقتا كده لحد ما لا انا مش عايزه اعمل ده، انا عايزه اعمل سايكو وعايزه اعمل بنت بلد وعايزه اعمل مش عارفه ايه. عندنا مواضيع كتير في حياتنا نقدر نعملها. يعني الست اللي هي قتلت ابنها اللي بتاع غدا اوكي وسلقته وكلته، هي بتكرهه؟ لا ما بتكرهوش. انت عايزه تعملي ايوه ادوار سايكو؟ ايوه طبعا. ان شاء الله اعمل حتى كوميدي، ان شاء الله اعمل اي هبل، بس ما تحطونيش يعني ما تكتفونيش، ما تقعدوش تكلبشوني. بس فكره ان انت ترفضي دي مجازفه، لان اقول لك ما هي بترفض فبالتالي ما تطلع عليكي السمعه تيجي. ما تطلع ايه يعني؟ مش عايزه اشتغل. انت مستغنيه؟ لا دي شغلتي بحبها، بس اللي عايز يترجم حاجه انا مش مطالبه ان انا اقول لهم 1 2 3، اللي عايز يترجم حاجه يترجمها. انت مين اصحابك في الوسط الفني؟ بصي كلهم يعني. لا، مين اصحابك اللي بيجوا لك البيت؟ المتواصلين مع بعض رانيا، محمود ياسين، في ناس كتير عشان ما انساش اسميهم. لكن في اصحاب ليا انا فصلت عنهم شويه طبعا، السقا وهنيدي وناس كتير يعني. ليه فصلتي عنهم شويه؟ مش عارف يعني، مش عارف ليه مش عارف يعني. لما بنشوف بعض بيبقى في ذكريات. طبعا يعني ساكن عندنا في البيت كان وفي بداياته ولينا ذكريات مع بعض، وهو داخل المطبخ وبياكل موز مش عارف يقول لي ايه الاكل، عامله اكل ايه النهار، يعني حاجات كده. ايه اللي خلاكي تبعدي عندنا؟ لا مش عارف. بصي موضوع أنا لما من حاجه بسحل يعني، بروح في موضوع خلاص يبقى هو الموضوع اللي انا هعمله ده وبنسى كل حاجه. طب انت رحت الموضوع مده قصيره، كان عندك جوازه تانية وبرده فشلت، بس دي ما فشلتيش، لكن انت مشيتي منها. ليه شايفه ان انت فشلتي؟ عشان فشلت في اختياري يعني، هم كويسين. انا بقى ايه، ان انا اقعد اقول لنفسي ده بابا وده اخويا وده حامل حمى والديار وده ليه انت عامله كده؟ ما تشوفيهم على حقيقتهم، هم اشخاص كويسين، خدي منهم الكويس اللي فيهم. بترسمي ليه حاجات على مزاجك؟ ما انت لما لقيتيهاش خلاص هتمشي. فعارفه ما فيش واقعيه كده يعني، ما فيش تفكير اللي هو يعني. برضو كنت بتدوري على بابا كلاكيت تاني؟ اكيد كنت بدور على حاجه كده في الطريق وما لقيتهاش فمشيت. كنت بتدوري بس ولا مره قلتي بس كنت بتدوري على حب؟ مش عارفه. اكيد في الطريق كده كنت بدور على الحب اكيد بس ما لقيتيهوش. حق طبيعي. طب انت قفلت الباب؟ جدا خلاص طبعا، ده من فتره، انا بقالي منفصله فتره طويله. انا من ايام الثوره كده. انا عايزه اسال، انا عايزه ارجع لل ايوه اتفضلي. خدتي انت بالك؟ طبعا. لما سالتك ان انت كنت بتدوري على حب قلتي لي اكيد كنت بتدوري على حب. ايه اللي بيخذلك؟ يعني ايه اللي يخذلك في العلاقه لدرجه انك انت تمشي وتسيبيها؟ ده ايه السؤال الصعب ده؟
ده صعب؟ اه لا انت بتهزري والله ابدا. انت النهارده ده مش عارفه اجاوب بعد وائل خلاص احنا عرفنا، لكن انت اخدتي تجربه تانية واكيد اخدتي تجربه عشان انت عايزاها، لان انت مش شخص اللي ما بتعمليش حاجه انت مش عايزاها. اكيد واضح في الوقت ده، في الوقت ده كنت عايزاها. بس هو في خذلان حصل خلاكي تاخدي قرار تاني انك تمشي. بصي هو يمكن بصي عشان حرام يعني كلهم كده على بعض، يعني ممكن الفشل حصل مني ان انا بقى عامله فيها 7 رجاله في بعض او 170 راجل. زي ايه يعني؟ هقول لك ايه يعني، مش بدي فرصه اللي هو اوعى انا الست والراجل والبتاع وانا اللي جايبه لي ايه اصلا؟ عارفه ما عنديش اللي هي بتاعت الستات اللي هو يا بابي طب ممكن تعمل فتصحي في المقدمه، تصحي الصبح بقى في يوم من الايام تقولي انا كان نفسي يبقى عندي بابي. لا مفيش الكلام ده. هو انا ليه مش بيتعمل لي ده؟ طبعا رغم ان انت اللي كنتي غباوه. طبعا يعني يعني لو الستات اللي بيعملوا كده كويس ولا كده، بس ما تبقيش انت طول الوقت واخده من طاقتك واحده يعني. لا في حاجات للراجل وفي حاجات للست. انت بتقرري كل مره ان انت تقومي بكل الادوار. طبعا شجاعه بقى ويلا بقى وما يهمنيش وكده. لا مش بس كده، عشان انت من وانت صغيره اخدتي على ان يا تستغني يا تعمليها بنفسك. نفس فكره الحرامي اللي دخل سرق الكاسيت بتاعك فمامتك راحت دفعت له فلوس عشان يدفعها لك. بس النهارده ما بسيبش حرامي بجيبه من قفاه على طول. طب هل بمناسبه ان انت ما تبقيش حرامي وان انت قعدت مع نفسك وقررتي من سنتين ان انت انا واحد تاني انا شخصيه تانيه، هل الكلام اللي احنا سمعناه ان انت قلتي حقي وحق ولادي خط احمر ده جزء من خطه اعاده اكتشاف نفسك؟ طبعا هي كانت موجوده بس حياتي وحياه ولادي ده خط احمر مش مسموح لحد يعدي خالص. ده لو ايه فده طبعا ده يعني دي حاجه جوايا من زمان. انا مش قصدي حياتك وحياتك، خلي بالك انا وحيده ما عنديش غيرهم. بتكلم على ما عندكيش اخوات. حقوقهم الماديه؟ لا 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 مش فارق، انا فارق معايا حقوقهم النفسيه. طب ايه حقيقه الكلام اللي اتكتب ان انت قلتي ان انا مش هسيب حقي وحق ولادي؟ ايوه هاخده بالقانون. يعني حصل حوارات كده كلام، انا شايفه ان هو ملوش لازمه خالص طالما في قضايا وحاجات كده في محاكم ولسه ما اتفصلش فيها، وحاسه ان ليه فلاقيت حاجات مش مظبوطه بتتقال. ايه اللي قوم المارد؟ والله اعلم. يعني معلش مع احترامي لحضرتك انت كل الحكايه، ايه اللي قوم المارد كل ده يقف كل السنين دي وقومتي بقى انا بقى مزاجي دلوقتي اخد حق ولادي؟ اللي قوم المارد ان انا حسيت ان انا السبب ده، انا بظلمهم جامد جدا. اللي هو ايه اللي مش مهم؟ يعني ايه اللي عندهم مش عارفه حاجه والمفروض اللي مش مهم؟ يعني ايه مش مهم؟ هو انت يعني هو انت ارادتك، طب انت حقوقك سيبيها عادي براحتك، لكن ولادك ايه كلمه مش مهم؟ ايه شقه مش مهم، شاليه مش مهم، ارض مش مهم، يلا خدوا يلا ايه؟ ايه الهبل؟ وانا اروح مثلا فوق اتحاسب في كلمه او انك ضيعتي حق ولادك؟ بالظبط كده. فقلت لا يمكن اخد بقى حقهم النفسي قبل الحق المادي، انا مش عايزه فلوس. الحمل بقى طلع بقى. بس الاحساس انك تقولي لاولادك انا حاولت ان اجيب لكم حقوقكم عايزين وعايزين. لا النفسي. ما هو النفسي ده انك انت تعلميهم انهم يقفوا يقولوا حقنا. طبعا ما يتعلموش زيك. اكيد هم شربوا مني شويه. طبعا يعني ايه بقى شربوا يعني حاجة. اكيد شربوا ان الحياه بقى كلها طيبين وان الناس تمام واللي هو كده بس. فانت عايزه فبقيت بقى انا المخ بقى فاهمه قاعده لهم بقى. حقوقهم الماديه فين؟ معرفش والله. انا مش عارفه يعني موجوده. انت بتاخديها من مين؟ يعني في كلام اتكتب عن مشكلات بينك وبين زوجته لا انا مفيش مشكله ما بيني وبين حد، انا اصلا معرفهاش. فما فيش مشكله ما بيني وبين حد، انا لقيت كلام فجاه طق طق اتقال وانا ما عنديش رد غير الردود بتاعتي التربيه بتاعتي انا اللي اتربيت عليه، فانا بجيب حقي بالقانون وفعلا جه. فرفعت قضيه تشهير لان مش من حق اي حد في الحياه يتكلم على حياتي الشخصيه ولا حياه ولادي. الحقوق بقى الماديه هم يعني هم في ورثه كتير جدا. هي القصه كلها ان بيتعاملوا مع حد مش فارق مع حد. بالظبط. فهو بس الصدام ما بيننا ان مثلا الشخصيات الثانيه هم كتير قوي. اكيد فارق معاهم.
ولازم يفرق معايا لحياه ولادي، بيتعاملوا مع حد مش فارق معايا، بيع القضيه خالص. اه بس في حقيقه الامر واضحه جدا، هو انت عندك يوسف وعندك وساره ففي ولد، فمن حقه، ما هو ده القانوني. بصي احكام الوراثه والحاجات دي حاجات على ورق، انما الواقع بيقول ايه؟ ايه الحقيقه حاجه تانية خالص. طب خلينا يعني هو في اعلام الوراثه ده موجود واحد اتنين تلاته، فين؟ لا يعني طالما في اختلافات ممكن الموضوع ده يقعد 50 سنه جايين. بس انت بتقولي ان انا مش هسكت غير لما اخد حق اولادي. النفسي إيه؟ النفسي. طيب يوسف بيمثل انا فوجئت والله. الجينات ولا ايه؟ انا فوجئت ازاي؟ ما كنتش تعرفي؟ ما كنتش عارف انه موهوب. اكيد لازم يبقى موهوب بالجينات من الاثنين. لما باباي بقى يقول له كده وفرحت بيه قوي. لا ازاي؟ يعني انا اتخضيت من اراء المخرجين، ومخرجين كبار يقولوا لي ده موهوب جدا، ده تركيبه نجم، ده كذا. انتوا بتتكلموا جد؟ اهو بصي عامل ازاي، هو الرشز بتاعته. لا يعني هو يعني عنده حاجات كتير يقدر يعملها. انت مبسوطه ان هو دخل التمثيل؟ ولا خايفه عليه؟ موجوعة شويه، اللي هو يعني شغلتنا صعبه قوي انت عارفه. بس موجوعه من ايه؟ يعني شغلتنا مش سهله يعني، عارفه غير لما تبقى في حاجه ثابته وكده، بس هو مش هيعرف يعمل حاجه غيرها. هو خلاص انا رضيت ما رضيتش، هو موهوب. بتنصحي بايه؟ ياخد باله من الخطوه اللي هو فيها دلوقتي، ما يخليش حد يسرقها منه. يعني اعرف انت دايس على ايه، خلي دوس واثبت وبعدين اعمل خطوه تانية، ما تخليش حد يشتتك. وساره كمان مساعد مخرج، ما شاء الله، عملت لعبه نيوتن وعملت افلام، وبرده صحيت كده من النوم لقيتها بتقول لي انا رايحه عندي اوردر، قلت نعم اوردر ايه وبتاع، واتفاجئت ان هي موهوبه. ومثلت شويه مع دكتور خالد جلال. فجاه حسيت ان هي عايزه، قالت لي انا مش عايزه امثل بس انا عايزه اطلع مشاعر، ده كان بعد الوفاه. يا حبيبتي قلت لها روح. فاجئت انها شاطره في التمثيل، بس هي شغلتها الاساسيه اللي هي بتحبها وبتموت فيها. هي نسخه منك، هي سارة. لا واخده منكم انتوا الاثنين. لا بحس ان هي مامتها اكتر. بصي انت بالكيرلي، هي هنا ليس، لكن انا لما شفتها بالكيرلي وقصت شعرك برضه حاسه ان هي قريبه منك. انت برج الحمل، عشان احنا عندنا فقره مع هالة حافظ بعد شويه. فانت برج الحمل، انت يعني عارفه برجك، هل تعرفي بقيه الابراج؟ عارفه برج ساره برجها ايه؟ حوت. وعارفه يوسف، عشان كده لما بيبقى في شغل وكده دايما متردد. انت عارفه برج الحمل السنه دي ميزان عنده يعني مولع الدنيا. قرارات هنشوف مع هاله. مولع الدنيا. بس يوسف برج الميزان. عشان كده دايما متردد. يعني هو خايف يعمل حاجه وبيحافظ على الحاجه اللي هو وصل لها، فهو طب لو عملت دي طب ده انا كنت عامل دي وكنت بحب، يعني عارفه تردد طول الوقت. طب انا عايز اسالك سؤال يا امير، انت محافظه على نضاره بشرتك وطبيعتك دي كده ازاي؟ اقول لك على حاجه، يعني انت انا لازم كل كريمات. الناس تعرفوا احنا حاطين مكياج اكتر من اميره، ما هي حاطه اكتر تقريبا يعني. اميره مش حاطه حاجه تقريبا. مش حاطه روج حتى. لا حاطه اكيد. لا هو انا بس بحب ابلغك. لا مش حاطه روج. هقول لك على حاجه، انا ولا بحط كريمات ومهمله جدا بس اكيد الحاجات الطبيعيه اللي هي بنعملها مع الوقت، اللي هي حته كده وبوتوكس على حته مش عارفه ايه كده الكلام ده. حاجات بسيطه، حاجات بسيطه كل سنه مره مثلا ممكن تتعمل، وببقى مستنيه انها تروح. مش طايقه نفسي انا بقالي مثلا كده سنتين ما عملتش حاجه. لا بس انا هقول لك على حاجه، هو دايما اللي بيبقى جوه بيطلع. وانا عشان مرتاحه نفسيا الايام دي جدا، ان انا اكتشفت حاجات، ان انا ذاكرت نفسي، ان انا قررت انا عايزه ايه ومش عايزه ايه، انت اخدت قرارات فهديت بقى. وما قصت شعرك عشان حلو قصت شعرك بجد. مش عاجبه يوسف بس لا ما هو حر، قال لي لا انا بحب الشعر طويل. لا هو ما يبقى يتجوز واحد شعره طويل، لكن دي مش بتاعتنا. مميز، لانه كان شعر طويل مميز، ففكره ان انت تقصيه كده
دي جرأة مش أي حد يقدر. أنا قصيت وطول وقصيت وطول، يعني أنا أول ما بدأت الفرار من الحب كان أول حاجة أنا فاكرة إن أنا كنت لابسة الطرحة دي اللي هي الصعيدي، كان شعري طول الطرحة. واو. فبدأوا يكلموا كل الناس يقولوا إيه للكوافير، إيه وأنت هتطلعي إيه يعني ملبسها إيه؟ لون شعرها. فجأة رحت لمحمد الصغير بقى الله يرحمه، قلت له بص تقصولي من هنا. قال لي أنت بتتكلمي بجد؟ طبعا نزل حته قد كده رحت عيطت. طب انت قراراتك كلها متسرعه طبعاً. متسرعه بس في الاخر بتعرفي انه لايق عليكي وزي القمر. بعرف الم نفسي. بتعرفي تلمي. سعداء بوجودك جدا وممتنين لوجودك، وان شاء الله بنتمنى لك كل حاجه حلوه وسلام نفسي مستمر مدى الحياه ان شاء الله. حبيبتي انا مبسوطه ومبسوطه. ميرسي جدا 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 على وجودك معانا، نورتينا وشرفتينا. حبيبتي ميرسي بجد. وبعد الفاصل لسه حلقتنا مكمله، نشوفكم بعد شويه. التالي ابراج يتغير وضعها النفسي والعاطفي مع هاله حافظ. بنجد حالكم المشاهدين ان احنا في الحياه ورغم 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 فطول الوقت بنبقى في انتظار اي طريق، اي خريطه طريق تقول لنا احنا فين، امتى، ازاي، ليه. فبنحاول ان احنا نروح ونسمع اشياء اخرى غير اللي احنا عايشين فيها طول الوقت. وعندنا الأبراج والمحاولات، مين اللي عنده محاولات أكتر إن هو يتجاوز الفكرة دي، وإن احنا قربنا نخلص 2023 فعندنا كلام كتير فيها. ومنورانا هالة حافظ صديقتنا الجميلة. أهلا بك يا هالة. أهلا يا سوسو. أهلا وسهلا بك يا هالة. ويمكن زي ما سهير بتقول إحنا خلاص يعني قربنا 23 تمشي بالسلامة، بألف سلامة حقيقي. ألف سلامة والله. إحنا عايزين نعرف إيه أكتر الأبراج اللي فعلا عانت عانت في 23. طيب سنة 2023 ما كانتش سهلة طبعا يا مفيدة، يعني كلنا عارفين سواء على كل المستويات. لو هنتكلم على مستوى الفلك والأبراج هنلاقي إن أكتر برج فعلا عانى، إحنا كلنا عانينا بصورة أو بأخرى. ما زلنا نعاني. بالظبط. لكن لو إحنا كده بنحصر السنة اللي فاتت، يعني هنقول الغلبان. الغلبان أول واحد سواء كان عاطفيا أو صحيا كان برج الحوت، بوجود زحل عنده السنة دي على الطالع وخصوصا العشرية الأولى. فمواليد الحوت أكتر الأبراج اللي عانت وتعبت فعلا، نحطهم في أول برج. تاني برج معانا ومكمل من السنة اللي فاتت تعب الجوزاء. الجوزاء كان لما جينا نعمل نهاية 2022 كان هو أول واحد تعب، وهو لسه مكمل تعب، فهو معانا في 2023 بس يعني السنه اللي جايه وما زال التعب مستمرا للجوزاء. لكن اغششكم حاجه كده، السنه اللي جايه ان شاء الله هيبقى من المحظوظين. فهو يعتبر من 2023 اكتر ناس عانت. ثالث واحد معانا العقرب. العقرب في بيته، العقرب في تعاملاته مع عيلته، مع اهله، مع اولاده، مع محيطه، كان تعبان جدا يعني في البيت اكتر من الشغل كمان. فالعقرب يعتبر ثالث واحد عانى في 2023. يبقى معاناة صعبة أو المعاناة صعبة. ثالث واحد العقرب. نصيب الجوزاء. أول واحد الحوت. والحوت والجوزاء. والعقرب. والعقرب رابع واحد الدلو. الدلو بقى كده على السنة الثالثة على التوالي. برافو عليكي. من أيام ما كان زحل عنده وانتقل للحوت، الدلو الكواكب عارفة اللي بتتسلى عليه، واحد يخرج فالتاني يجي مكانه، واحد يخرج فبيتسلوا عليه، فهو كل ما يفوق من كوكب يدخل لواحد تاني يضايقه. فهو طبعا بس برضو إن شاء الله السنة اللي جاية هيبقى أحسن. لكن اللي احنا بنتكلم في 23 كانوا من اللي عانوا، وأقول إن في اتنين في مرتبة واحدة يعتبروا عانوا برضو، القوس والعذراء. من السنة ما كانش سهلة على القوس والعذراء، بس هو الاتنين في مرتبة واحدة، ما أقدرش أقول حد عانى أكتر من التاني. القوس والعذراء برضو أحداث السنة كانت مش عارفة ليه، مع إن أنتوا كنتوا قلتوا لنا السنة اللي فاتت. أنا بقى فاكرة لا، حطيتك في المنطقة الدافية مفيدة. العذراء كان في نص الجدول، كان السابع أو الثامن، برضو مش مرتبة عالية.
لكن كان يعتبر لا هو كانت سنة صعبة. سنة تعتبر على القوس والعذراء برضو. سنة على الجميع نتمنى ان ربنا يجعل لنا منها مخرجا ان شاء الله. طيب انا عايزة اسألك على المحاولات بس اسمحوا لي ان انا في برج العقرب بما ان احنا لسه في رحابه وفي ايام ميلاده فدكتوره اميمه ادريس برج العقرب كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتور. كل سنه وانت طيبه يا اميمه حبيبتنا دي. ومن الجميلات نوره ابو غالي كل سنه وانت طيبه يا نوره ونهله حمدي كل سنه وانت طيبه وابتسام الشافعي بوسي كل سنه وانت طيبه ابتسام انا عارفاها ودايما الحاجه المشتركه بيني وسيرها اقول كل سنه لكن ما تزعلوش لان انا ما اعرفش الباقي فابتسام كل سنه وانت طيبه حبيبتي. عندنا هانم الشبراويشي كل سنه وانت طيبه وعندنا شهرزاد فاروق كل سنه وكل برج العقرب طيب. طيب خلينا نقول الابراج والمحاولات. في محاولات إيه أبراج ومحاولات يعني كل برج بيحاول يعمل ايه عشان يظبط حالته العاطفيه او النفسيه بما اننا في شهر عيد الحب المصري. والله في امل في امل الناس ما حستش ب 4 نوفمبر ده الناس ولا انتبهت ده حقيقي انا خدت بالي فعلا ان هو عنده كده ما حدش عايد على حد اصلا في ايام انتقال فما احناش منتبهين لاي احداث. وعايزين اخر حاجه تقول لنا لو انت فلكيا ايه اخبار الدنيا. حاضر ان شاء الله احنا بنحاول نخلق من قلب الاحداث كده حاجه طب فيها امل. هنبتدي مولود الحمل بيحاول يعمل ايه الحمل الفتره دي بينهي السنه ازاي بيحاول يعيد حساباته من اول وجديد. الحمل السنه دي خد قرارات مصيريه في حياته كتير قوي من اول السنه لاخرها الحمل قاعد ياخد في قرارات شويه قرارات صادمه شويه قرارات حاسمه شويه قرارات مصيريه. فالحمل دلوقتي بيحاول يعيد حساباته وبيحاول يحط نفسه في المقدمه يعني مصلحتي فين بقى مش عارف يبص يحط حد في الكادر معاه. فالحمل بيحاول يبص لمصلحته والاستفادة اللي هيطلع منها والمنفعة اللي هيطلع بيها ويعيد حساباته ويصحح الأخطاء. ممكن يكون في قرارات الحمل خدها السنة دي غلط فبيحاول يفكر يعيد الحسابات تصحيح الذات عارفين كده فبيشوف إيه اللي عمله صح ويكمل فيه ثور التصحيح للحمل للذات هو ده اللي بيعمله دلوقتي. الحمل بيشوف اهتمامه بس هو بيحاول يهتم بنفسه أكتر لأنه هو حاسس أنه فترات طويلة اهتم باللي حواليه وكان مش مركز اهتمامه مع نفسه فهيبتدي يهتم بنفسه أكتر. التور بيحاول الفترة دي التشافي أو التعافي من علاقة مؤذية جدا كانت في حياته فهو دلوقتي لفترة النقاهة أو بيقوي نفسه أو بيثبت نفسه عشان يخلص من بواقي العلاقات يعني اللي كانت في حياته في نقاهة نفسية تشافي أو تعافي من علاقة وبيحاول ياخد حقه. التور دلوقتي بيحاول ياخد حقه أو يرد اعتباره من حد فبيبذل المحاولات في الحتة دي أخذ الحق أو رد الاعتبار من ناس أذيته مش من أي حد يعني من اللي أذوه بس. الجوزاء الجوزاء بيحاول يتخطي أزمة معينة في حياته والأزمة دي إلى حد كبير نفسية أو عاطفية بيحاول بشكل قوي جدا أنه يتخطاها بيعافر وبيحاول أنه هو يقاوم الضغوط اللي عليه ويرسم ضحكة بدل الحزن اللي مرسوم. برضو الجوزاء بيعمل حاجة بالذات أن السنة مش سهلة يبقى المعافرة والجوزاء عليه على الجوزاء حطيناهم لأن هي والجوزاء محاولة وعنده حتة زي مولود الثور بيحاول يخلص من علاقة كان مستني منها مردود بس ما لقاش منها المردود ده فبيحاول يطلع منها بأقل خسائر ممكنة بالظبط أقل خسائر ممكن. ده الجوزاء. السرطان السرطان بيحاول يخلق لغة مشتركة ما بينه وما بين اللي حواليه وشركاء الحياة عشان يعرف يكمل هو مش لاقي بيحاول يخلق اللغة المشتركة دي وبيحاول يمسك نفسه عشان ما ينفجرش بيحاول يكتم لأنه لو ما كتمش ده عائليا هي الحالة النفسية العاطفية هينفجر بقى في علاقاته شريك حياته خطيبه حبيبه أنتيمه صحابه فمحاولات السرطان دلوقتي كظم الغيظ أو الكتمان بس أو يداري على التراكمات لأن بس يعني دي صفات موجودة فيه طول الوقت هينفجر لا هو دلوقتي احنا بنوصف حالة كل برج دلوقتي فأنت دلوقتي الوضع يا سرطان دلوقتي. يعني كظم الغيظ وحاجة تانية بيحاول يلاقي لغة مشتركة ما بينه وبين اللي حواليه عشان يقدر يكمل ما هو لو ما فيش لغة مشتركة ما بين السرطان واللي حواليه هينط من المرج هينفجر وهيبعد يعني هو بيحاول يلاقي مرونة بالظبط عشان يكمل ويكظم غيظه و بالظبط الأسد خلينا نقول بقى ايه الأسد بيحاول يقاوم شعور بالحنين لعلاقة قديمة كانت في حياته كل شوية تيجي
تلقي بظلالها عليه. فدلوقتي الأسد بيقاوم إنه ما يرجعش العلاقة دي، يقاوم حنينه وشغفه بالعلاقة دي، فهو دلوقتي دي الحالة اللي فيها الأسد، بيحاول ينسي نفسه أو ما يطوعش شعوره بالحنين لعلاقة قديمة. مقاومة عاطفية. وبيحاول يداري الأسد عن الناس إحساسه بالوحدة. الأسد في أوقات كتيرة بيحس بالوحدة الفترة دي، وحتى هو في وسط الناس فهو بيحاول يداري يلهي، يعني إيه ما بيوصلش للناس إحساسه بالوحدة ده. ده حسه دلوقتي الأسد. العذراء. ايوه العذراء مفيده. وانت أيوة حت... انا عايزه ايه كل انت ما قلتليش السرطان صح ولا غلط؟ لا تقولوا لي صح ولا غلط. بس عشان احنا عندنا حد اسد ايمان صديقتنا وزميلتنا جميله بتقول ليه قلبت الاسد كده؟ قالت لك الاسد عنده مقاومه عاطفيه طول الوقت. طيب وفي حاجه ثانيه للاسد؟ وبتقول لك انا وحيده هو بعيني. طب يبقى احنا كده اوكي، بتصدق على كلامك. طيب الاسد كمان بيحاول يلاقي هدف أو معنى يكمل فيه في الحياة بعد ما فترات طويلة عادت السنة دي فقد الشغف بالحياة، فهو بيحاول يلاقي حاجة تعيد للحياة قيمتها أو طعمها أو لونها، تنور له الحياة، تنور له الحياة شوية، بيحاول يعني بصيص من أمل. بالظبط. العذراء. طب خلينا نقول كذا حاجة بقى يا مفيدة. اتفضلي بقى كده. إيه ركزت جاية لنا. بصي بقى، بيحاول إلهاء نفسه بالعمل عشان يعوض عن فراغ عاطفي او نقص عاطفي معين، فبيركز في العمل عشان يلهي نفسه بالعمل. صح؟ ماشي صح. لا قولي صح ولا ما اصل انا فراغ. ماشي تمام. طيب. بيحاول يعني انا بقى يعني انا العمل بتلهي نفسك بالعمل دي حقيقة. طيب. بيحاول يتظاهر بالقوه والتجاهل وعدم الاهتمام في علاقه ما. يعني العذراء دلوقتي بيبين ان هو الاقوى وانا متجاهل ومش مهتم في علاقه ما. بيحاول يحقق لنفسه الامان اللي العلاقات اللي هو دخل فيها فشلت في تحقيق اهلي. هو بيحاول صح. يحقق لنفسه الهدف ده، بما ان مفيش علاقه في حياتي حققت ده فانا بحاول اعافر عشان احققه لنفسي. امان نفس. امان نفس. بالظبط. ضمن طيب الميزان. الميزان بيحاول يقنع نفسه بالرضا بالامر الواقع او يسلم بالامر الواقع، ويهيئ لنفسه ان هو ليس بالامكان افضل من مكان. الله الواقع حلو، الله الواقع جميل. بيجمل لنفسه عيشته الحاليه عشان يرضى بيها. فدي محاولات الميزان بالرضا. دي محاولات حلو. رائعه. هي كل محاولاتنا على فكره رائعه. يعني كل محاوله حد بيبذلها في برج من الابراج هي رائعه، بس بتركز على حته معينه. خلينا نقول ان الميزان كمان الفتره دي بيحاول يخفي مشاعر حقيقيه جواه عشان ما يقلبش نفسه على نفسه. ارضى، افضل، انت كده كويس، مش هتلاقي احسن من كده. تقبل يعني. تقبل واقعك يا ميزان، تأقلم على واقعك يا ميزان. فهو بيحاول يقنع نفسه. تقبل وتأقلم وثبت نفسه. بالظبط. العقرب. العقرب بقى بيحاول يفكر الفترة دي بهدوء وعقل انه يبعد نفسه عن كلام الناس المحبطة، وبيحاول يحل المشاكل اللي وقع نفسه فيها هو في الآخر بسبب سوء فهم، بسبب عند، بسبب غموض، بسبب توتر. فهو بيحاول بقى ايه؟ لا اهدى، بيحاول يهدي نفسه لانه كان واقع في ازمات كتيره جدا الفتره الاخيره اللي هي قبل الشمس ما تدخل عنده. العقرب كان دخل في كم مشاكل بسبب سوء فهم، بسبب غيره، بسبب شك. فهو بيحاول دلوقتي وبيحاول يستعيد ثقته في نفسه وفي اللي حواليه. يعني العقرب ايام الازمات بيتجاوز، بيحاول بقى يلم انشتات نفسه. بس هو في حد ممكن يبقى غامض على العقرب والعقرب البرج الاكثر غموضا؟ ما هو بقى ما هي قصه مش قصه غموض يا سهير، على قد ما هو بيحاول يعمل ايه دلوقتي. هو بيحاول اولا في علاقه معينه توترت في حياه العقرب، بيحاول يستعيد ثقته فيها وفي نفسه. الامور اتوترت، فكل محاولات العقرب دلوقتي ترميم ما تم هدمه قبل كده او اللي باظ، فبيحاول يصلح. القوس بقى. القوس بيحاول الفترة دي يشوف الناس بحجمهم الحقيقي بعد ما كان هو اداهم حجم أكبر من حجمهم، فبيحاول يغربل بقى الناس، مين اللي هيفضل ومين اللي باقي ومين اللي كان عامل كركبة واخد مكان على الفاضي، اطلع بر، فده حجمك الحقيقي كذا. فبيحاول يعيد الناس لأحجامها الطبيعية عشان اللي ملوش لازمة يطلع من حياته. طيب الجدي. الجدي بيحاول الفترة دي استرجاع زمام الأمور بعد ما كانت فلتت من إيده، فبيحاول تاني يسترجع زمام أمور حياته بعد ما بدأت في وقت كبير هو ملوش تحكم في إيه يحصل، إيه أروح فين، أعمل إيه. تاني حاجة بيحاول يدافع عن نفسه وعن مبادئه وعن قناعاته، لأن هو حاسس إن هو بيبذل مجهود الناس مش فاهماه، فأنا وجهة نظري كذا، أنا قناعاتي كذا. فهو بيحاول يوصل للناس صورته وشكله الحقيقية، وبيحاول
يفهم مع نفسه أو يحلل مع نفسه هي ليه أمور حياتي بتتعقد كده. فهو قاعد عارفة اللي هو دراسة الذات أو دراسة النفس أو أمور حياتي، هو مش حابب أن الأمور بتتعقد بالطريقة دي، يعني بيحاول يحلل يعرف يعني الدنيا يعني مراجعة لنفسه ولقراراته وأفكاره ويعرف ليه الأمور بتيجي عند لحظة معينة وما بتكملش. فهو قاعد كده بيعيد حساباته من أول وجديد. الدلو، الدلو بيحاول الفترة دي يعوض عن وقت اللي ضاع كتير جدا. احنا قلنا دلوقتي الدلو بقاله فترة متعاكس، فهو دلوقتي لا أنا لازم أعوض عن كل الوقت اللي ضاع من حياتي على الفاضي. بيحاول كمان يرمم علاقة أصابها الفتور أو يدور أو يعالج النواقص اللي في العلاقة دي. يعني أنا مثلا علاقتي بيك يا سهير أقعد أركز فيها كده، كان ناقصها كذا، احبطت لكذا، الفتور اللي دخل منها اكيد بتقصير مني. فهو بيحاول يعالج النواقص عشان يحل الدنيا يعني في علاقه معينه في حياته، بيدرس اخطائه في هذه العلاقه بالظبط وعشان يرجع تاني الحياه لعلاقه اصابها الفتور والاحباط بشكل كبير جدا. الحوت بقى الجميل ده بيحاول يتخلص من الخوف والوهم اللي بيأخر خطواته، بيحاول يعزز ثقته بنفسه، بيستعيد ثقته بنفسه، وبيحاول يعرف نقط القوه في نفسه عشان تساعده على إنجاز خطواته. فأنا شايفة أنه عايز يشتغل على نفسه شوية، فهو بيحاول دلوقتي يعرف نقط قوته ونقط ضعفه، بيدعم نقط قوته وبيحاول يعالج نقط ضعفه علشان ياخد خطوات كويسة في حياته. فبيعالج الهروب والخوف اللي بقاله الحوت ماسكه بقاله فترة. احنا دلوقتي قلنا حاليا اللي بيعمله كل برج. طب لو احنا حبينا الحوت اخر حاجة خلاص قلنا الجدي لو احنا قلنا كل برج الاسبوع اللي جاي ممكن يبقى عامل ازاي؟ طيب خلينا يعني لو قلنا مثلا اكتر الابراج المحظوظه جدا جدا العذراء وعنجدار. انا مبهوره ما كنت بعمل توقعات الاسبوعيه، لسه كنت بعملها امبارح على البيج عندي. انا بعمل بجد والله بامانه العذراء انا لاقيه الاسبوع ده حقيقي، لان النهارده واحنا بنتكلم القمر في العذراء، وبعدين هينتقل لبيت المال، وبعدين لبيت العلاقات، فهي كلها بيوت ايجابيه. فانت لما نيجي نبص الاسبوع كله انت ما عندكش ولا يوم سلبي والله. فالعذراء يعتبر نمبر 1 محظوظ عن جدار. العقرب تاني واحد انبست اللي ده حقيقي والله يا مفيدة فعلا. انا وانا بعمله وانا بقول للعذرائيين فكنت مبسوطه، يعني لان هم تعبوا، لان احنا قلنا دلوقتي ان العذرائيين السنه كانت صعبه عليهم. عايز اقول لك ان السنه كانت صعبه جدا، رغم ان ناس كتير كانوا فاكرينها انها احنا لكن لا كانت لا عدى عليها شهور كانت صعبه. يبقى الحظ من نصيب وخصوصا هقول لك بقى خصوصا الاسبوع يوم 13 نوفمبر في ولادة قمر جديد ببرج العقرب اللي هو بيت المال بالنسبة لك. فولادة قمر جديد يعني في حالة جديدة، في مكسب جديد، في ربح جديد، في هدف جديد. فإحنا عندنا العقرب حلو لأن عنده ولادة قمر في برجه اللي هو دي بتحصل مرة في السنة للعقرب، بتحصل مرة في السنة لينا كلنا بس كل البيت. فإحنا عندنا العذراء أول واحد أكثر الأبراج حظا، ثاني واحد العقرب. العقرب محظوظ إيه ماليا؟ محظوظ على كل الأصعدة، لأن هنا أنت عندك الأسبوع ده ولادة قمر في برجك، صحية عائليا مهنيا اجتماعيا. فهو يعتبر هو والعذراء عندهم حاجات حلوه. الحوت حلو قوي لان ده كان فايت عليه القطر بالظبط. فهي احنا قلنا في تعويض في الاسبوع ده للحوت، فاسبوعه حلو يعني يقدر يشتغل عليه. الميزان والسرطان رائعين الاسبوع ده. الميزان ماليا السرطان تعافي من حاجه صحيه، لان السرطان الاسبوع ده كان مجهد جدا. وتقولي لي يا سهير الاسبوع ده بس الصحه وطلعي بقى الاسبوع ده بس طلعي ده من دماغك عشان تبقي احسن. لا بس هو حقيقي حقيقي صحه السرطان مش احسن حاجه الفتره دي جدا. فالأسبوع ده عندك تعافي، يعني استغلي الطاقة دي في إنهاء أمورك. فأنا شايفة كده نقول المحظوظين العذراء والعقرب والحوت والميزان والسرطان، الخمسة دول هم ملوك الحظ في الأسبوع اللي جاي. وعندنا حاجة مبشرة جدا، ولادة القمر الجديد ببرج العقرب دي إن شاء الله تيجي ببشارات حلوة بإذن الله. طب مين الأبراج اللي ممكن تتخلى وتنهي علاقة مؤذية في حياتها الفترة اللي جاية قبل 24؟ قبل 24 بس خلينا نقول حاجة صور العلاقات المؤذية، يعني احنا مش بنقول اي برج انا هقوله العلاقات المؤذية، لان انا هقوم قايله البرج هتقول لك ايه ده احنا هتطلق. لا، لو علاقتك ضعيفة من الابراج اللي انا هقولها تأكدي انك مش هتاخديها معاكي في 2024. لو علاقتك قوية والبرج ده انا هقوله هيحصل مصالحة. فأكتر برج ممكن يقطع علاقة سامة وياخد باله جدا جدا الجدي.
الجدي في تربيع ما بين فينوس اللي هو كوكب الحب وبلوتو اللي هو عنده على الطلع الفتره اللي جايه. التربيع ده ممكن يخليه لو في خلل في علاقاته مع الناس خلقه هيبقى ضيق ويقطعها، لكن العلاقه القويه طبعا الراسخه اللي على اسس سليمه مكمله. احنا بنقول العلاقات المؤذيه السامه اللي بتسحب من طاقتك. تاني واحد العذراء، خلال احنا بنتكلم في 23 قبل ما نقفل 24 احنا لسه قدامنا فتره، خلال الفتره اللي جايه العذراء زحل في مواجهتك في بيت الشراكات، يعني في بيت الخطيب او الزوج او الحبيب او اللي احنا بينا علاقه. لو علاقتك ضعيفه ومش على اسس سليمه العذراء في احتمال كبير جدا جدا يقطع علاقه في حياته. الجوزاء دخول كواكب كتير في البيت ال 12 الفتره اللي في مواجهتك يا جوزاء في القوس هيهدد علاقاتك بشكل كبير جدا. الجوزاء الفتره اللي جايه مش هيصبر على علاقه، اي علاقه كانت قرفاك يا جوزاء انت هتطلعها بطول دراعك. شكرا. لا والجوزاء هيبقى نهايه عنيفه وغير متوقعه. عارفه انت لما ساعات ايه الواحد بيرمي حاجه كده فانت بترميها، لكن لما بتيجي تحدفي حاجه بطول دراعك اعرفي انك مش هتشوفيها تاني. فالجوزاء هتجيله حاله من التمرد انه هيحذف علاقات من حياته بطول دراعه، كل اللي شافه كله تمرد ونفور. بالظبط. فياخد باله قبل ما نقفل السنه كده انك ممكن تنهي علاقات. اخر واحد العقرب. العقرب وجود المريخ في وش اورانوس ممكن يخلي العقرب الفتره اللي جايه بالرغم ان موعد ميلادك هتدي لك قوه، شمس عندك هتدي لك قوه، القوه دي هتاخد قرارات انت كنت اضعف انك تاخدها قبل كده. يعني ايه؟ ما هي القوه دي مش دايما قوه ان انا ايجابيه، يعني ساعات القوه دي بتبقى قوه تشنج، قوه تمرد، قوه عنف. فانا بتقوى على علاقه، بتقوى على نفسك، بتقوى على ياسك، على احباطك. فالقوه دي هتخلي العقرب ايه، انا كنت باقي عليك كتير قوي، انا كنت سكت لك كتير قوي. فالقوه هنا هتيجي في قطع العلاقات عند العقرب. فدول الابراج اللي علاقاتهم مهدده بالانفصال الفتره اللي جايه. ما عندكيش حاجه تطمني؟ ما عندكيش حاجه تقولي في فلسطين امتى؟ والله بصي خلينا نقول ان طول ما المريخ هو في وش اورانوس فهي الدنيا. دول احنا قلناها في الحلقه اللي فاتت دي كواكب حرب، كواكب يعني الاباده اللي احنا شايفينها والحاجات اللي احنا بنشوفها دي طبعا في عامل كبير. طب بصيص الامل فين؟ حرب الكواكب ده هينفصل امتى؟ مع بدايه 2024 ان شاء الله الدنيا هتهدى مع خروج المريخ يعني اصلا من هذا الموقع. كل المده دي لحد هنقعد ندعي، هنقعد ندعي كتير. الدعاء يرد القضاء، الدعاء بيغير اقدار. فممكن الدعاء يغير المشهد الفلكي اصلا كله. والله فعلا احنا نكثر من الدعاء ان شاء الله قادر ربنا ان هو يغير لنا المشهد. يا رب. اشكرك يا هاله. اشكرك يا هاله، ميرسي جدا يا حبيبتي، نورتينا وشرفتينا. هنسيبكم ان شاء الله على خير الويك اند ده، على امل ان احنا نرجع على اخبار حلوه لاهلنا في غزه، اهل الصمود، اهل القوه. تحياتي ان شاء الله، واكثروا من الدعاء والصلاه وقراية القرآن لكل الناس اللي موجودين هناك والأرواح الشهداء. ويا رب الأسبوع اللي جاي يكون بداية لأيام جديدة مختلفة، لهدنة، لراحة، لأن احنا نخرج من هذا الكابوس العنيد الصعب. يا رب أيامكم حلوة، نشوفكم السبت على خير إن شاء الله.